رئيستها السابقة للدورة السابقة لمجلس وزراء الإعلام العرب. الواقع احنا بنثمن الإدارة المتميزة لمعالي الدكتور لإبراهيم لهذه الدورة، وإن شاء الله ستكون دورة مثمرة، وخاصة وسنحتفل معا جميعا بيوم الإعلام العربي اللي يتم فيه إن شاء الله تكريم مؤسسات وأشخاص إعلاميين، وسنعلن إن شاء الله في القريب العاجل عن الخطوات التنفيذية اللي يتم اتخاذها في هذا الشأن. طب بس بحب أأكد على النقطة هذه، لأنه هذا مشروع جديد طرحته الدكتورة هيفا وأقروا الوزراء جميعا باعتماد يوم للإعلام العربي، حين نقول الإعلام العربي هذا يشمل الإعلاميات العربيات والإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية العربية، نحتفل به كل عام إن شاء الله. شكرا. الواقع نحن قدمنا مذكرة حول المحور الفكري دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال في المجتمعات العربية والمسلمة لمواجهة الأفكار الخاطئة التي تسود في بعض القنوات وبعض وسائل الإعلام وفي المجتمع، والتي تسيء إلى المفهوم الصحيح للإسلام. لحسن الحظ أن الوزراء الإعلام العرب أقروا هذه المذكرة. وأيضا للذكر فإن جمهورية مصر العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية كل منها تقدم بمذكرات مشابهة، فالفضل للجميع في هذا الموضوع. نحن في دولة الإمارات عندنا عدد من المبادرات في موضوع نشر ثقافة التسامح، في عندنا منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة برعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام، عقد مؤتمر مهم جدا في بداية العام، ثم تشكلت أمانة عامة يشارك فيها فضيلة شيخ الأزهر، ونعول كثيرا على مشاركة الأزهر في هذا العمل. له عدة مشاريع. المنتدى يبدأ بإصدار عدد كبير من المواقع الإلكترونية باللغات المختلفة، لأن نحن هدفنا في هذا الموضوع ليس فقط مخاطبة المجتمعات العربية، إنما أيضا مخاطبة المجتمعات غير العربية التي تنتشر فيها في بعضها مفاهيم الإسلاموفوبيا، التي تعتبر كأن الإسلام رديف للإرهاب أو التطرف، وهذا شيء غير صحيح. لا أقول إن هذه نظرة سائدة في المجتمعات الغربية، إنما نظرة موجودة وعلينا أن نواجهها بأنفسنا بشرح المفاهيم الحقيقية للإسلام، المفاهيم التي تدعو إلى الوسطية والاحترام واحترام الآخرين. وتاريخنا الإسلامي حافل بالتسامح وحافل باحترام الثقافات الأخرى والأديان الأخرى، مع المحافظة على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا. In front of the Arab region, in order to be able to spread, as you said, to the values of tolerance in face of radicalism, but at the same time spread the real message of Arab and Islam. If we're speaking that we have many of the Arab media channels, and we are not here to tell you what to do. We know that our people in the media, they are as good as we are. They all understand what are their responsibilities. We just are putting these as guidelines. We trust that our Arab media is aware of this thing and they are doing their best. بعيد بالعربي تسألني ماذا سنضع من مخططات لوسائل الإعلام، أنا قلت نحن لا نضع مخططات لوسائل الإعلام، نحترم وسائل الإعلام وكل وسيلة إعلام تعالج الموضوع بالطريقة التي تراها مناسبة، ونعتبر بأن نحن على قدم المساواة في فهمنا لهذا الموضوع والتزامنا في هذا الموضوع. We hope that you will take our memorandum. It has all the necessary guidelines
and all the necessary mechanisms are there. But as I said, these are not obligatory. These are guidelines. We hope that you accept them and you use them in your media. اسمحوا لي عشان ننظم النقاش والحوار ما يكونش نقاش حوار فردي. يعني في اللي تفضل فيه معالي، طبعا هي في عندنا خطة التحرك الإعلامي بالخارج اللي ناقشها مجلس وزراء الإعلام، راح يكون فيها منتديات إعلامية متنقلة، وطبعا هذه كمان راح تنشر الفكر اللي احنا من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال بعثات الجامعة في الخارج ومجالس السفراء العرب وغيرها من الآليات التنفيذية الممكن يتم اتخاذها. لكن أنا بحب أحكي على موضوعين هامين اللي احنا طبعا معالي ورئيس المجلس التنفيذي تم اتخاذ قرار بإعادة اللجنة الدائمة للإعلام العربي، وهي ستكون إضافة نوعية مرة أخرى إلى المجلس الوزاري للإعلام العرب، وأيضا تم تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة مصر ونائب الرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وطبعا سيكون المجلس بين دول الترويكا وثلاث دول بالأحرف الأبجدية حسب الترتيب المتبع فيه في جامعة الدول العربية. وإن شاء الله إحنا سنضع جميع القرارات على شبكة بوابة الجامعة الدول العربية اللي ممكن أنتوا حتى تأخذوا نسخة من كلمات أصحاب المعالي الوزراء في هذا الموضوع. إذا في سؤال أو سؤالين وبعدين عشان عندنا ارتباط. يعني من مصر لديها عشر اعتراضات حول بعض القنوات التي تقوم بتروج العنف وابو طارق، هل طرح طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء؟ واذا ما كان طرح هذا الموضوع، يعني هل لديكم اختصاص هذا هذا كان موضوع رئيسي وطرح، وستتخذ عدة إجراءات في هذا المجال، واتخذت عدة قرارات في هذا الموضوع، لكن لا نريد أن نتحدث عن ذلك أكثر من ذلك. لا نريد أن نعطي تفاصيل أكثر، لأن نحن لسنا في صدد الضغوطات ولا في صدد فرض القيود، لكن نحن لدينا رؤية معينة ولدينا مصلحة، ونحن حريصين على ذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة. تفضل. وائل عبد الغني، قناة ليبيا أولاً. ما هي الضمانات التي ستوفرونها للقنوات الخاصة إذا ما قامت بانتقاد الحكومات وأدائها الضعيف أو اكتشفت بعض الفساد وأثاراتهم بالعيان؟ فهل من حق الحكومات أن تقوم برفض مثل هذه القنوات التي تنتقد والتي توضح فساد الجاي؟ أنا لا أستطيع أن أتحدث نيابي عن الدول العربية في هذا الموضوع. هذا موضوع نحن لا نتحدث فيه أبدا. اسمحي لي، القضية الفلسطينية هي المحور الأساسي لجامعة الدول العربية، ولم يتم التراجع عن القضية الفلسطينية في جميع اجتماعات ومجالس الوزارية المختلفة. هي تأتي في المقدمة، وهي قضية الأساس في بالنسبة لجامعة الدول العربية. طبعا القنوات الفضائية معروف أنه هي تضع الأحداث حسب ما تأتيها، لكن لم تكن، أنا طبعا لا أنتقد، لم تكن القضية الفلسطينية بعيدة عن أذهان الإعلام العربي بشقيه الرسمي والخاص. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للجميع. شكرا. تلفون مين هذا؟ كنت عم تسجلي يا بنت؟ وين راح؟